صباح المودة والحب والنشاط والتنهيد على كل متابعي ومشاهدي قناة سامراء الفضائية، وبالأخص نذكر من عندهم متابعي ومشاهدي برنامج سامراء الصباح. راح نتكلم اليوم أنا وياكم حول موضوع التنحيف، ونشوف شنو الثغرات الممكن ان نسويها وننطيها لكم. طبعا هاي الامور راح نبسط لكم اياها ونشرحها بشكل مختصر ومفيد ضمن هذه الدقائق المعدوده، بس انتبهوا حضروا ورقه وقلم وجيبوها ويانا حتى نعلمكم عليها. اول شغله راح تقولوا لي شنو هي الثغرات هذه، راح اقول لكم اياها بشكل سهل. اول شيء نوزع وجبات الطعام. نوزع وجبات الطعام، كلياتنا نعرف انه نتناول وجبات الطعام اللي هي الثلاثة، الفطور والغداء والعشاء. بالعلم الحديث اذا تريد تنحف لا، نلغي هاي الوجبات، نقسمها الى ما يقارب السبعة الى ثمان وجبات. راح تقول لي شلون؟ راح اقول لك بالترتيب التالي، انه كل ساعتين توجد وجبة. راح تقول لي هاي شلون راح اسمن هيك؟ مو انت دا تفهمها غلط، مو هذه الوجبات اللي اقصدها المتعود عليها، التمن والمرق وعندك الخبز والصمون، لا 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 لا. موضوع سهل وخفيف على المعدة، نقسمه. عندك الفواكه، عندك تبدي مثلا، ما راح ابدي لك اياه حتى لا تظل تقول شلون ولون، ولان تجينا الاسئلة ويظلون يعيدون بالاسئلة نفسها مرارا وتكرارا، لا جيبوا الورقة وقلم وسجلوا. عندك ممكن يكون الفطور مالتك البيض السلق اللي ويا استكان شاي بسيط، ورا ساعتين ممكن اتناول خيارة، ورا ساعتين تفاحة، بعد ذلك يجينا عندنا الوجبة الاخرى ورا ثلاث ساعات تقريبا ممكن ندخل لحم، اي نوع، ما اجبر على اي نوع من اللحم، بمقدار شيش واحد. ممكن بعد ساعتين كذلك نسوي لنا كاسة جاجيك بسيطة، ممكن بعد ساعتين اخرى نتناول برتقالة، بعد ساعتين اخرى نتناول ايضا ممكن ندخل الخيار. بهالطريقة هاي سويت خداع للجسم، انت تدري لو لا ما تعرف انت هذا الشيء حقك، احنا دنفهمك عليه بس طبقه. خداع الجسم كيف راح يكون؟ راح نرفع مستوى الايض الغذائي عندك، الجسم راح يتوهم ده يشوف كل ساعتين ده تدخل وجبات مال اكل، بس هو ما ده يعرف بنفس الوقت هاي الوجبات هي قليلة السعرات الحرارية. فاذا هنا حققنا هدفين، رفعنا الايض الغذائي وبنفس الوقت حققنا تقليل عدد السعرات الحرارية الداخلة للجسم. بهالحالة الجسم يضطر انه يبدأ عملية هدم الشحوم واستهلاكها كطاقة بديلة له. هاي رقم واحد نطبقها. رقم اثنين، ليش دائما نستخدم السيارة؟ اغلب العراقيين هسه احنا قاعدين نستخدم سيارات، بس اكو مشاوير بسيطة ما تستوجب، لا ايضا تشغل سيارة وتطلع. ممكن انت براس الفرع، ممكن تروح تسوق، يعني حرك الرجل. ما نقول لك انت سوي الرياضة وتقول لي ما عندي وقت واني ارجع بالدوام متأخر وعندي مشاغل والتزامات، اوكي بس انت حتى ابسط يعني ظروف الحياة تستهلك السيارة، يحرك الرجل. يعني انت ممكن بين فترة وفترة انه تتعود على هذا الشيء، نهاية الامر عندك فد مقدم يعني حصيلة، فد شهر انت مستهلك طاقة ازيد. هذا اسلوب حياة يا جماعة، ترى مو هو فرد يعني امر انه نسويه يوم ويومين، لا اسلوب حياة لازم نتبعه. لكل شخص بدين يحب انه يسوي تنحيف. اتمنى انه تستفادون من هذا الكلام وتطبقوه، مو بس نسمعه يفوت منه ويطلع، لا. امر اخر الا وهو يمكن عند بعض واجتماعيا شوية يقول صعب، بس لا حاليا احنا عندنا فكر متحرر وفكر منطقي، انه مضغ العلكه وخصوصا للرجال والشيء. هذا الامر مضغ العلكه تدرون ايش قد تستهلك طاقه؟ طاقه انت ما تحس بيها، مجرد انه تمضغ العلكه بدون وعي، ممكن ساعه الصبح ساعه بالليل. الامر اللي راح يضطر الجسم انه يصرف طاقه حركيه، انه يستهلك من الخزن الموجود عندك او عندك من الشحم. انت حققت الامر الاول اللي هو قللت السعرات الحراريه، مثل ما تتذكرون بحلقات سابقة ذكرنا أنه نزيد عدد السعرات الحرارية الخارجة. عندنا أمر أخير وهو كلش ضروري وسهل وحلو وتقدرون الكل تستغلوه خصوصا هذا الوقت، ألا وهو بداية فصل الشتاء. كيف راح تقولون؟ أنا أقول لك شلون تستغل انخفاض درجات الحرارة. كيف استغلها؟ راح اقول لكم بالتالي، بس ركزوا وياي رجاء.
جسم درجة حرارته 37 درجة مئوية، وهذا الشيء علمي وكل يعرفه. لما نعرض الجسم إلى درجات حرارية منخفضة كأن تكون 10-15 درجة مئوية، هنا جت ضريبة على الجسم لازم يدفعها، ألا وهي توازن درجة الحرارة، أي بمعنى المحيط درجة حرارة، يعني هذا الجسم خلنا المحيط مالته كلي أقل من 37، هنا الجسم رح يضطر يصرف طاقة حرارية أزيد حتى يعادل درجة حرارة الجسم اللي هي 37، لازم دائما نحافظ عليها حتى تبقى الأعضاء تعمل بصورة منتظمة. مهما يكون وزنك أو وزنك معنل أو قافل مثل ما تتداول بالصورة العامية، أنه يقول لك وزني قافل أنا أسوي ريجيم وقافل، بهاي المرحلة ما ضريبة ما البرد لا ما راح يقفل. زين تقول لي ايش قد المدة وايش قد أسوي وايش قد درجة الحرارة، أنا راح أفهمك إياها، طبعا أبحاث مو كلام، مو تقولون دكتور إبراهيم القيس قاله، لا هاي نتيجة أبحاث أجريت في أمريكا وأوروبا، جربوا وجابوا ناس مئات خلوهم تحت عدادات مال حرارة، عدادات مال سعرات حرارية، درجات حرارة، لقوا التالي، ألا وهو نبقى بمعدل ربع ساعة إلى 20 دقيقة بالزايد بدرجة حرارة تتراوح ما بين 10-20 درجة مئوية، وهذا الشيء كلش زين، نقدر نصرف طاقة حرارية من عند نحول الشحم إلى طاقة حرارية. نريد ننفذ هذا الكلام كله أنا وياكم، نسمعه وننفذه حرفيا. ان شاء الله تكونوا قد استفادتوا من هاي الحلقه وهاي المعلومات. تحيه طيبه مني لكم، كان محدثكم دكتور صيدلي ابراهيم خالد القيسي، الى اللقاء.